خلونا دلوقتي نروح مشاهدينا لأسواق العملات ونعرف أسعار العملات النهاردة واللي تباينت أمام الجنيه المصري. هنجد أن الدولار الأمريكي النهاردة سجل 15 جنيه و62 قرش للشراء و15 جنيه و75 قرش للبيع. اليورو 18 جنيه و50 قرش للشراء و18 جنيه و66 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني النهاردة 21 و63 قرش للشراء و21 و82 قرش للبيع. وأمام العملات العربية الدرهم الإماراتي النهاردة سجل 4 جنيهات و25 قرش للشراء و4 جنيهات و29 قرش للبيع. والريال السعودي 4 جنيهات و16 قرش للشراء و4 جنيهات و20 قرش للبيع.